بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده هنعمل معاكم الفسيخ اللي هيتاكل ان شاء الله باذن الله بعد العيد. طبعا كل صايم او اغلبيتكم صايمين، وهناكل لحمه كتير في العيد ان شاء الله باذن الله، يعني ده عيد اللحمه يعني معروفه. فطبعا يومين ثلاثه كده هنزهق بقى من اللحمه وعايزين نغير، فهنعمل ايه؟ ناكل فسيخ. طيب النهارده انا جايبه لكم، اللهم صل على سيدنا محمد، البوري اهوت علشان اعمله فسيخ. تمام، البوري اهو. دي طبعا فستين، كل واحده 2 كيلو وربع. طبعا ده مش كله ليا، يعني فيه حد معايا هخسر له معايا البوري. فانا هعمل ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، هبتدي ان انا اعلم بالمقص. كيسه من دول هعلمها بالمقص، الثانيه اسيبها كده تمام عشان يبقى ايه معروفين من بعض كده. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ادي البوري اهو ما شاء الله. البوري كام واحده؟ كيلو. هما السته 2 كيلو وربع. السته 2 كيلو وربع ماشي، يعني الواحده يعني مقاربه كده لايه؟ لنص كيلو. تمام اللهم صل على سيدنا محمد. يعني نص كيلو اللي حاجات بسيطه يعني ما شاء الله اهو. شايفين بقى البوريه الاصليه ان هي بتبقى من هنا ايه مدببه كده، ما بتبقاش طويله، تبقى كده من هنا عريضه كده، دماغها بيبقى عريض من هنا وعينيها بتلمع. تمام، ولازم تكون صفحه جايه صفحه اهي، اهي الخياشيم بتاعتها حمرا اهي. تمام، انا مش هبيتها، احنا طبعا في الصيف مش هبيتها، انا هغسله وهنضفه تمام تحت الميه من خزان عادي، اغسله وهنضفه واوقفه كده ان هو ينزل الدم او اي حاجه فيه، اللهم صل على سيدنا محمد. وبعد كده لما نيجي اما اجي اخلله هوريكم ان شاء الله بالله باذن الله. انا جايباه دلوقتي احنا العصر اخر الليل كده، هكسره او هخلله على حسب المسمى اللي بتقولوا عليه يعني، اللهم صل على سيدنا محمد. وهوريكم طبعا كل حاجه معايا في الفيديو، تابعوا الفيديو للاخر علشان تستفيدوا منه ان شاء الله باذن الله كتير. تمام، نبتدي بقى اللي احنا نغسل فيه. انا قبل ما اغسله الاول هعلمه. تمام، انا طبعا مش عايزه الجهاز تاني فقطعها عادي. هعلمه ازاي؟ همسك بقى من هنا تمام عشان يبقى يعني ايه متعلم من بعضه، ما يتوهش ببعضه، هو الاثنين ايه نفس الوزن، بس عشان برضو الحلال والحرام وكده هعلمه. دي قصيت ال بتاع الزعنفة اللي تحت دي خالص، اهي الديل بتاعتها. تمام، هقص كيسة كلها او 2 كيلو وربع التانيين هسيبهم زي ما هم. تمام، تمام تمام هبتدي ان انا اغسل فيه. احط كله بقى على بعضه عادي، مش هيدوخ في بعضه، مش مشكله بقى خالص اهو. ميه من الحنفيه عادي اهي، وابتدي ان انا انضفه. اهم حاجه انضف الخياشيم ده من الايه، من اي طين، من اي حاجه، خياشيم تنضفيها كويس اهي. تفتحي كمان بقه، مد صبعك كده بقه وتغسليه، اي سمك تغسليه بالمنظر ده. لو مثلا معاكي سمك بورصي او كده ممكن انت تفتحي من هنا وتطلعي المراره زي ما عرفتك قبل كده، ارجعي الفيديو اللي قبل كده اللي كنت شايفه فيه السمك، عرفتي ازاي برضه تختاري السمكة السليمة وفي نفس الوقت ازاي تطلعي المرارة بتاعتها. هسيب لكم ان شاء الله باذن الله الرابط بتاعها في صندوق الوصف، او ان انا هخليه لكم في الدايرة البيضاء اللي هتبقى فوق الفيديو ان شاء الله باذن الله، اللي هي البطاقات. نضفهم كويس اهو، من الخشيش اهو، بيكون واضح.
الهدوم اللي طبعا هتتخلع وتتغسل بقى خلاص. مشكلة بقى. ما شاء الله البورية ما شاء الله حلو. كان في اكبر من كده بصراحه، انا بحب انا الحجم الوسط ده في البوري. تمام، يعني كل واحد ياخد واحده كده تبقى حلو، يتفضل كده واحده ولا اتنين كده نزل فيهم تاني يوم تالت يوم. الواحد بقى بيموت في حاجه اسمها الشيخ بقى. في ناس بقى تقرا بالكلام ده، احنا مالناش دعوه بالناس اللي بتقرا. ماشي، ناكل احنا القرف مش مشكله. اللي بيقرف ما يتفرجش على الفيديو، يطلع على طول يعمل لي ايه. خلاص ادي البوري بعد ما غسلته وكمان نشفته كويس قوي، حطيته كده بطولي في المصفى لما نزل كل الدم اللي جواه. معلش بقى كتمت الصوت الاصلي علشان طبعا انتوا عارفين الاولاد وكده والوش بتاعهم. تمام، انا دلوقتي بعد ما عدى 4 ساعات وطبعا كنت حطاه في المصفى يصفي دمه، صفى كل الدم اللي جواه وكمان مسكته كمان قماشه كده نظيفه، مسحته كويس قوي ومن الخياشيم برضو مسحته ونشفته من الميه. اهم حاجه تنشفيه حلو قوي من الميه قبل ما تخلليه عشان ما يعفنش ويبوظ معاكي. تمام، او مناديل المطبخ او اي حاجه. جبت هنا شطه وكركم وجبت ملح خشن كمان، وطبعا جبت الجردل اللي هحط فيه واكياس. هجيب تاني كمية ملح زي دي علشان احطها على ايه، احطها في خياشيم السمك. دلوقتي هوريكم دلوقتي هعمل ايه. دي الاكياس طبعا اللي هكيس فيها، انا جايبة 7 اكياس وكمان الابيض ده التمن بتاعهم، وده الجردل برضو اللي هحطه فيه. انا بحب ان انا هلكفته قوي حلو قوي من مش عايزة اي هوا يدخله عشان ما يبص مني. تمام، هحط الشطة والكركم على الملح الخشن ده اللي هيبقى ايه على وش السمك، انما للخياشيم انا هجيب له ملح برضو كمية ملح زي دي واحط عليها شوية شطة برضو نفس كمية الشطة. مش هحط في الخياشيم كركم، انا هخلي بس الكركم ده على الوش، يا كركم حاجة بسيطة كده يعني تدي لون بسيط كده على الوش على يعني على جسم السمك. ده الجردل لبست فيه كيس اهو، وهجيب كمان كيس يكون ابيض اللي هيبقى يعني اللي هحط فيه السمك والباقي يبقى ملون عادي. تمام، ده الكيس ابيض اهو عشان يبقى هو اللي ايه اللي مقارب للسمك. تمام كده خلاص ظبطت الاكياس اهي. طبعا في لسه كمية اكياس هحطها دلوقتي معاكم، بس يعني ايه هحط بس الاول كده. ده طبعا الملح ابو كركم وشطة، وده الملح بتاع الخياشيم اللي عليه شطة بس. هجيب شوية زيت، هجيب شوية زيت واحطهم على الملح اللي بشطة اللي هحطه جوه الخياشيم تاني، مش هحط عليه كده كده هحط زيت على جسم السمك عادي. تمام، انا في ناس ما بتحطش زيت خالص، انا من انصار الزيت يعني بحب الزيت بيحفظ للسمك معايا، ما بيخلوش جراله حاجة، بيحفظ السمك وبيخليه كمان في نفس الوقت طري وحلو. تمام، دلوقتي انا هملى الخياشيم اهي ملح وشطة بس. ملح الخشن على فكرة بيخلي الفسيخة حلوة عن الملح الناعم. هكبس الخياشيم كده ملح خشن بشطة، اهم حاجة الخياشيم تمليها كويس، تكبسها كويس كده بالملح لان ده اللي هيسوي لك السمكة من جواها. وشوية ملح كده هحطهم في العلبة بتاعتي اللي هحط فيها، يعني مش هكتر قوي. وابتدي ان انا ارص السمك اللي قمنا الخياشيم بتاعتها هحطها اهو زي ما انتوا شايفين، بوريكوا كذا واحدة
بوريكم انا بملاها ازاي. تمام، ادي تاني واحدة. العلبة دي حلوة قوي للفسيخ عينها، انا مخصوص كده ان انا اعمل فيها الفسيخ بس. خلاص ده تلاتة اهوت، خلاص كفاية على كده. في اول صف هبتدي ان انا احط شوية ملح، تمام، وهنزل برضو بشوية زيت بس كده. مليت التانية هبتدي بقى اللي انا ايه اعملها عكسي، يعني الديل على الراس والراس على الديل زي ما انتوا شايفين كده، صفة كده وصفة كده، يعني ايه خلف خلاف كده عكس بعضه. تمام، على فكرة لو البوري بتاعك مبطرخ نيميه على ظهره، يعني ما تحطوش زي ما انا حطاه كده، لا نيمي البورياي على ظهرها، تبقى بطنها فوق كده وخياشيمها مفتوحة لفوق وظهرها تحت. ده بالنسبة للسمك المبطرخ. السمك ده مفيش مشكلة اي وضعية عادي، بس المهم وانت بترصيه ترصيه خلف خلاف زي ما انا برص كده، يعني صفة كده وصفة كده، صفة ديل على راس وصفة راس على ديل كده يعني. تمام، وبرده بين كل طبقة وطبقة هحط شوية ملح خشن بالكركم وهحط شوية زيت. ده طريقتي، طريقة أمي الله يديلها الصحة، بقالها سنين بتعمله بالطريقة دي، بجد حلو أوي، تحفة جدا، أحسن ما بنشتري طبعا من برا. انت عاملاه صابح في بيتك، ما انتش سايباه معفن ولا كده، ما انتش عارفه ان الفسخان ده عامله ازاي، يعني انت ما انتش عارفه هو سايبه في الشمس، هو على حسب ضميره بقى، هو سايبه في الشمس، هو اللهم صل على سيدنا محمد سابه عفن لتاني يوم وبعد كده خلله، ما انتش عارفه هو ايه اللي حصل. فانت لما تعمليه كده في البيت على فكره بيبقى حلو وصحي، وفي نفس الوقت يعني هتشتريه رخيص. يعني انا شاريه الكيلو من البوري ده ب45 جنيه، جايبة 2 كيلو وربع عاملين 100 جنيه. تمام، يعني الـ2 كيلو وربع عاملين 100 جنيه، دول طبعا يعني 4 كيلو ونص. طبعا احسن ما هتشتريه انت لما تشتريه، مش عمرك ما هتشتريه يعني ب45 ولا ب50 ولا ب60 ولا الكلام ده، يعني ده بيعدي 100 لو انت هتشتريه يعني متخلل جاهز. يبقى انت كده وفرتي وفي نفس الوقت عملت حاجة كويسة في بيتك تقدري تاكلي منها انت واولادك وانت مطمنة. شايفين بقى بعد ما خلصت كل الطبقات، يعني حطيت شوية حلوين من الملح على الوش وحطيت شوية زيت حلوين، وهقفل بقى الاكياس كويس قوي. قفلت اول كيس، طلعت من الهواء قفلته، قفلت التاني، طلعته خالص من الجدل عشان اعرف ادخله في اكياس كتير واربطه، مرة ربط الكيس اللي تحت بتبقى جوه، مرة في الجنب، المهم ان انا اطلع الهواء واربطه كويس قوي، ما خليش اي هواء يدخل. تمام، لو حطيته في اكياس كتير اهو حوالي 8 اكياس، وحطيته في الجردل، وهبتدي اللي انا اغطي غطا الجردل حلو، وهعمله بلزق من الجناب، وهسيبه في الصيف ده من 5 لـ7 ايام ونفتح عليه، وان شاء الله لما افتح عليه هوريه لكم. يلا اللي هتعجبها الوصفة النهاردة تشترك معايا في القناة، لايك منك يا قمر، والسلام عليكم ورحمة الله.